اس عشق میں مر جاوا. انتي ما عم تصدقي انه هالشي حقيقي؟ انا موجودة حدك ديب، بالهوى اللي عم تتنفسه، سامع دقات قلبك. انا حاولت كتير من قبل اقنع قلبي يبعد عنك بس ما قدرت. بدي اعترف لك بكل الاسرار اللي بقلبي ديب، بس ما بعرف شو هي الاسرار اللي انت مخبيها بقلبك عني. بقلبي في نفس اللي بقلبك. أنزلي. تارا اهدي، ما في داعي تجني هلا. انت جنيت؟ شو هذا الشيء اللي كنت عم تعمله؟ في حدود للكذب، ما رح سامحك. خرسي، انت اللي طعنتني بظهري وخنتني، شو كنت عم تعمل معه؟ الشيء الوحيد اللي انا ما عم بقدر افهمه لهلا، كيف قدرت رجعت للحياه؟ انا بايدي دفنتها تحت الارض. لانك بعمرك ما عملتي اي شيء بالشكل الصحيح. لازم تشكريني لاني قدرت اتعاملت مع انجالي. لو انها ما اجت لهون وراحت على الشرطه وعطتهم اسمك، بوقتها شو كان رح يصير لك؟ ديب، لا تحاول تبرر الشيء اللي كنت عم تعمله، أنا شفت بعيوني كل شيء كان عم بيصير، لهيك لا تكذب علي. تارا حاجة تفكري بشيء ما صار أبداً. أنا عم راقب كل واحد موجود بهذا البيت، وخصوصاً أنت، لهيك سيطري على حالك منيح، وقبل ما تجربي ترفعي إصبعك هذا بوشي، فكري شو ممكن أعمل فيكي. أنا دورت وسألت عليكي بكل مكان، وأنت وين كنتي؟ كنتي بين إيدين ديب، وكمان بالبيت وقدام عيوني. شو يلي عم بيصير؟ أنا عم بسألك، يلا جاوبيني. شو هاد يلي عم بيصير بيناتكن؟ بتحبيه؟ هلأ أنا فهمت ليش تركتيني ولغيت الخطبة معي. هيك أنتي بتقدري تتخلصي مني وتستمتعي بوقتك مع ديب، وهاد بيعني أنك من زمان عم تعملي علاقة معه. ما عجبك؟ ما قدرت تشوفني مع ديب؟ أنا هلأ رح أقلك ليش كنت مع ديب، لأنه رجال، ما أنه شخص جبان مثلك أبداً. خلصي، لا تصرخ. شو اللي عملت لي إياه لحد هلأ؟ شو كان لازم أعمل لك؟ احكي شو هو الشيء اللي أنا ما عملت لك إياه. وغير كل هاد، نسيتي إنك رح تصيري أم لابني. أنت كتير قلقان على ابنك اليوم؟ طيب قلي وين كنت مبارح المساء لما كان ابنك بأمس الحاجة لمساعدتك؟ أنا قلت لك إنه أروهي ما بينوثق فيي أبداً، وهي أذتني. شو اللي عملته أنت لحتى تحميني؟ شو اللي عملته؟ قلي، هي حاولت امبارح تقتلني، انت وين كنت؟ اروحي امبارح دفنتني تحت الارض وانا عايشه، دفنتنا انا وابني، كنت عم موت وصرخ كثير، انا انوجعت كثير امبارح وتعذبت انا وابني لحتى قدرت اطلع من تحت الارض لحالي بدون مساعده حدا، وين كنت انت؟ وجاي عم تسالني شو كنت عم بعمل مع ديب؟ انا هلا بدي اقول لك شو اللي كنت عم بعمله مع ديب، لانه ما في حدا بيقدر يوقف جنونه لاروهي غيره، هذا السبب اللي خلاني روح لعند ديب، لانه هو الشخص الوحيد اللي بيقدر يحميني من اروهي، لانه ما في فايده منك. مو معقول تكوني عملتي هالشي تارا. انا رح جن، انا رح صير مجنونه من التفكير بكل هذا الشيء، انت بتعرف اني ما بحب اللي بيكذبوا علي ديب، انا بكره الغش كثير وبكره الغشاشين، ما فيني اتحمل هالشيء. ليش ديب؟ ليش؟ أهدي، كيف فيني خليكي تفهمي إن الواحد لازم يمثل ليقدر يحصل على كل اللي بده إياه؟ بكل الأحوال أنت بتعرفي إنه البنات الحلوين كلهم بيموتوا بحبي. بالأول أنت، وبعدين آروهي، وهلأ إجت أنجالي، وكلياتهم رح يموتوا بحبي. بس أنا ماني مثلهم ديب، لا تنسى انه انا البنت اللي بقتل، تذكر هالشي منيح.
فرات؟ انت شو الشي اللي عم تعمله؟ كان بدي اياك تجربي كيف بيكون احساس الشخص لما بيكون عم يختنق وبده يموت لانه ما قدر انه يتنفس. امبارح المساء انت عملتي هيك مع انجالي ومع ابني اللي جاي، حطيتيها بتابوت ودفنتيها تحت الارض وهي عايشه. اوه، يعني انجالي قالت لك؟ فرات احكي، انت كيف بتتجرئي تعملي هيك مع انجالي وابني وانا قلت لك من قبل انه لازم تبعدي عنهم؟ بعدين انت ليش لحتى تعملي هذا الشيء مع هلا؟ فهميني شو هو السبب. انت عم تتهور بحب انجالي فرات. انت ما شفت كيف كانت حبيبتك انجالي عم تتقرب من ديب حبيبي وتلمسه؟ اللي انت كمان ما شفت كيف كانت انجالي عم تحاول انها تغري؟ يمكن لهالسبب هي لغت خطبتها منك لانه ما بدها تنخطب او تتقيد فيك. هي كان بدها انه تستمتع مع ديب وبس. انت دائما كنت تشك بديب، بس هلا صار لازم تكون عرفت انه كمان حبيبتك انجالي ما انا جديره بهي الثقه، وما رح عيد اللي عم قلك اياه. طالع على انجالي برات حياتنا والا هي رح تخرب لنا حياتنا. لا بعيد للابد، خليها تروح من هون. بكفي، وقفي لي حكيك الفاضي هاد. اسمعيني وانتبهي منيح للشيء اللي بدي اقوله. اذا انت بتحاولي انك تاذي انجالي او ابني ساعتها رح اقتلك بطريقه ما حدا رح يدرى فيكي ابدا. وتذكري انا مستحيل اني سامحك اذا بصيبن اي ضرر بسببك. اعمل شو ما بدك فيني، بس بالاول انت لازم تعرف حقيقه انجالي. اذا عرفت انه انجالي كانت عم تخونك ساعتها شو رح تعمل؟ وقت انا اللي رح اقتلها. كثير منيح، هذا الشيء اللي بدي اياه هلا، انه انجالي تموت واخلص منها نهائيا. هي اللي ارتكبت غلط كبير لما دخلت بيني وبين ديب، ورح تدفع ثمن هذا الشيء. واذا هذا الشيء تنفذ عن طريقك يا فرات، ساعتها ما في داعي اني وسخ ايدي بقتل وحده مثل انجالي. انت بتقتلها وبتريحني منها. برافو اخي فرات. أنا لازم خلي عيني عليك بكل لحظة وبكل حركة يا ديب. أنت لوين رايح هلا؟ ليش هيك؟ كيف انطفت الكاميرا؟ انت ارتاحي هلا حبيبتي، انا بوعدك بانه تارا ما بقى رح تقدر تاذيكي انت وابني ابدا. انا بوعدك، بس لازم خليكي تحت نظري لانه بعد كل يلي شفته اليوم منك مع ديب لازم اعرف كل تحركاتك، واذا اكتشفت بانك عم تخونيني ساعتها انا يلي رح اقتلك. ايه انا رح اقتلك. ألو، كيف غلطت هاي الغلطة مرة تانية؟ أنا ما قلت لك تشتغل وأنت منتبه كتير منيح؟ يعني غلط صغير منك ممكن يخرب لك المخططات اللي تعبت فيها. ما حدا لازم يعرف السر تبع هداك اليوم ولا حتى شو صار. عم تفهم؟ شو هو هذا السر اللي عم يحكي عنه؟ معقول السر يكون بخصوص اليوم اللي انخطفوا فيه أهلي؟ يا ترى هو مين رايح يشوف؟ أنا لازم روح وراه فوراً، وهيك رح أقدر لاقي أجوبة لكل أسئلتي. شو لوين رايحة أنجالي؟ يا ترى ليش رايحة ورا ديب؟ معقول يلي قالته تارا صح؟ معقول تكون أنجالي عن جد بتحبه لديب وعم تخدعني؟ فرات؟ لا. طيب إذا فرات عم يراقبني هلأ
أنا كيف رح أقدر ألحقه لديب وأعرف لوين رايح؟ لازم أفكر بشي طريقة. هي ما كانت رايحة ورا ديب. لا، ديب راح من هون. هلا أنا كيف بدي أعرف لوين رايح؟ أنت ما بصير تترك أي أثر ممكن من خلاله ينعرف هذا السر أو ينكشف قدام حدا. شو هالدليل اللي عم يحكي عنه ديب وما لازم ينكشف؟ وإذا في دليل ضده معناها هو مرتكب جريمة. شو الشي اللي عامله ديب؟ وشو هي الأدلة اللي كان عم يحكي عنها؟ لوين لازم يروح؟ وأنا شو لازم أعمل هلأ؟ أنا لازم أني أرجع أقرأ مذكرات أنجالي مرة تانية، يمكن هيك أقدر أعرف شي جديد من خلالها. هي طلعت لبرا ورجعت دخلت بسرعة. شو هو الشيء اللي عم تعمله؟ أنا قدرت أعرف كتير شغلات مهمة من الشيء المكتوب بمذكرات أنجالي. هلأ كمان رح أوصل لشيء من هالمذكرات. على شو عم تدور بهالدفتر؟ أنا ما عم أفهم عليها أي شيء. لازم أطلع وشوف. ما في شيء، أنا ما عم شوف هون أي شيء ممكن إني استفاد منه. أنا معصبة ليش كل هذا عم بيصير معنا. أنا متأكدة إنه الأخبار المتعلقة بالحادث ما وصلت أبداً لأي حدا بيعرفني، بس هلأ مستغربة من اللي عم بيصير. كيف عرفت الجريدة عن الحادث؟ ومن وين قدروا يعرفوا كل هالمعلومات الدقيقة عن اللي صار؟ يا ترى شو المصدر اللي جابوا منه المعلومات؟ هن نشروا هاي المعلومات بجريدتهم أخبار الساعة، وكمان كانوا متأكدين كتير من صحة هالمعلومات. حتى الشرطة ما كان عندها هاي المعلومات. أخبار الساعة؟ هذا العنوان تبعهم. هالشي بيعني إذا قدرت أحصل على هي المقالة ساعتها رح أعرف كتير شغلات عن الحادث. مين هو اللي كان موجود مع أنجالي؟ وكمان شو اللي صار بهداك اليوم؟ أي تماماً، أنا عم بحكي عنها. هاي أخبار كتير قديمة. فيني أخذ سجل لكل المقالات الإخبارية القديمة؟ عنا سجلات لخمسين سنة ماضية مدام. شو تاريخ المقال اللي عم تدوري عليه؟ المقال كان من 6 سنين. هو كان بأخبار شباط أو آزار. كل شي موجود، فيكي تجي. شكراً كتير، أنا رح أجي فوراً. ماشي. أنجو؟ لوين رايحة؟ فيراد، في عندي شغل ضروري لازم أعمله. دقيقة، لازم خبرك إنه مو منيح لإلك إني تطلعي لحالك بهذا الوضع. أنت هلأ حامل ورح تصيري أم لأبني، المفروض تنتبهي على حالك. فيراد هلأ عم يتظاهر إنه كتير مهتم بصحتي أنا والبيبي. أنا لازم أقول أي شيء ما يخليه يشك لوين رايحة، وهيك فيني روح على محل ما بدي. فيراد أنت ليش كتير خايف وعم تدقق علي؟ معقول تكون مواثق إنه أنا قادرة أهتم بابني؟ هلأ إذا قلت له مشان يضل معي هو أكيد رح يقلي لا ورح يروح. بدك تعرف لوين رايحة؟ رايحة لعند دكتور على المستشفى. إذا مو مصدق فيك تجي معي. ماشي؟ ماشي، أنا هلأ جاي معك. امشي. لا، هالفكرة كتير كانت غبية. هو قال إيه؟ شو لازم أعمل هلأ؟ أنت متأكد أنه بدك تفوت معي لجوا؟ فيك تستناني هون بالسيارة لأني يمكن طول جوا. شو؟ لا، أنت روحي هلأ. بكل الأحوال عندي شغل ضروري لازم روح خلصه، يمكن رح طول.
إذا خلصتي قبل ما حاكيكي خدي تاكسي ورجعي. ماشي. منيح إنه فرات راح هلا، لازم روح لأوصل على المكتب تبع الجريدة بسرعة. عفواً، أنا اسمي أنجالي شارما، حكيت معك من شوي عن أخبار تاريخها قديم، بقدر شوف المقالة؟ إيه، تذكرتك، شو التاريخ؟ 27 شباط 2012. دقيقة بس. أنا بعتذر، النت واقف من الصبح. حتى لو هيك، لازم تكون هاي الملفات موجودة عندك بمكتبك، مو هيك؟ إيه، لازم تكون هون، تعالي معي. يلا. تفضلي، كل أخبار 2012 بهذا الرف، فيكي تدوري هون على كل الأوراق اللي أنت بحاجته. ماشي. بعد أخبار 26 في 28، بس ليش أخبار 27 مفقودة؟ كيف صار هالشي؟ معقولة مخربطين وموجود برف تاني؟ لا، ما بيصير هيك شي، إذا ما أنا هون فهي مو موجودة بمكان تاني. طيب، من خلال شغلك لازم تكوني بتتذكري بهداك التاريخ صار حادث كبير، بلكي بتعرفي اسم أو عنوان المراسل اللي غطى الحدث أو أي شي بخص الحادث. من وقتها لهلأ ما حدا بيعرف كم حادث صار، لهيك هلأ صعب كتير إنه أتذكر أخبار قديمة، وبدون الجريدة ما فيني خبرك عن المراسل أو عن محرر الأخبار، هذا الشي كتير صعب. ماشي. كيف أخبار 27 شباط مفقودين من الجريدة؟ ومين ورا اختفائهم؟ ضروري أعرف وين موجودة الجريدة. الخدمة الكبيرة بتستاهل ثمن كبير. أنجالي، محاولتك هي كانت منيحة، بس مستحيل اسمح لك توصلي للحقيقة. شو ما صار أنا رح ضلني سابقك. أكيد أنت لازم تضلي عايشة لحتى تصرفي المصاري الكتيرة اللي حصلتي عليها. المصاري هي السبب اللي خلاكي تخفي جريدة 27 شباط من بين الملفات بالمكتبة. ما بهم عدد خدعك يا ديب، اخفي كل شي بدك اياه. أنا رح دور حتى لاقي كل أجزاء الحقيقة اللي بتتعلق باختفاء أهلي. أنا ما رح خليك تفوز بهي اللعبة ديب. رجاكي لا تقتليني، أنا رح أعطيكي الجريدة، تعي معي. لا تفكري إنك عم تتذاكي علي، بعرف أن الجريدة معك. ولساتني عم بطلب منك بهدوء تطلعي. بمين عم تتصلي؟ بديب؟ هلأ بدك تقولي لي وين خبيتي الجريدة وإلا رح تخسري حياتك، أنا ما عم بمزح معك، عم تفهمي؟ إيه، رح أعطيكي. يلا قولي لي وينها. هي هون؟
افتحي. هي هي، روحي. هي صورة أهلي. حسب المعلومات المتوفرة لدينا والتي حصلنا عليها من الشرطة، تبين أن المالكة لشركة لاكشمي للتمويل والتي تدعى فاسوندارا ديفي استطاعت الهرب بحقيبة مليئة بالذهب ومعها ثروة كبيرة بمئات الملايين. بالإضافة إلى اختفاء هذه السيدة، اكتشفت الشرطة وجود أمر آخر، وهذا الأمر يتعلق بمدير تمويل شركة لاكشمي والذي يدعى كاشياب، وقد حدث معهما حادث في الليلة الماضية والشرطة تبحث عن أسباب الحادث. الشرطة كمان عم يحاولوا يربطوا هاي الأحداث مع بعضها. فاسوندارا ديفي، اسم أمه لديب هو فاسوندارا. فاسوندارا ديفي بتكون نفسها أمه لديب، وهالشي بيعني إنها كانت المالكة لشركة لاكشمي للتمويل. فاسوندارا ديفي هي كانت المالكة للشركة اللي كان عم يشتغل فيها أبي من قبل، يعني أمه لديب. هالشي بيعني إنه حياتنا أنا وأهلي كانت مرتبطة بوجود ديب وعائلته. لم يتم جمع معلومات عن الحقيبة المليئة بالذهب ولا عن الملايين التي فقدت أو فاسوندارا التي اختفت فجأة، وربط الأحداث أكد أن فاسوندارا هربت وأخذت معها كل الذهب الموجود، وتحقيق الشرطة لازال جارياً. هذا الحادث صار بنفس التوقيت اللي صار فيه الحادث مع أهلي بنفس المكان. يا ترى شو هو الرابط اللي بده يكون بين هذا الحادث وبين السرقة؟ هذا الحادث صار من فترة طويلة، من 6 سنين. طيب ليش ديب لسه لحد هلأ تارك أهلي محبوسين عنده؟ شو السبب؟ الشنطة المليانة ذهب والحادث اللي صار مع أهلي، أكيد في رابط بيناتهم. بالوقت اللي بتقابلي فيه هدفك لازم تسألي على كل الشغلات اللي نحن ما بنعرفها. بس ديب لما قابلني على أساس إنه مالك، طلب مني إنه أحصل على معلومات من أهلي هو ما كان بيعرفها. عملي اللي لازم تعمليه، بس أنا ما رح أقلك أي شيء أبداً. أنا متأكدة إنه أبي في عنده معلومات كتير مهمة، وهي المعلومات إلها علاقة بسرقة الذهب، ولهيك ديب احتفظ بأهلي سنين طويلة رهائن ليستفيد منهم. وكمان بعرف إنه هو رح يخليهم عايشين حتى يقدر يعرف كل اللي بده إياه، وبعدها رح يتخلص منهم. صار الوقت المناسب حتى هالموضوع ينحل بطريقتي أنا اللي بحبها. أنتوا تحملتوا تعذيب وأذى ديب كل هالسنين الطويلة، وصبرتوا وما كنتوا تقولوا أي شيء، بس هلأ ما بقى رح يقدر يعمل أي شيء. أبي بدي تتحملوا كم يوم بس، وبنتك بتوعدك إنه رح تحرركم. أنا رح طالعكم من هالسجن بأقرب وقت. ضو غرفة أنجالي شغال، معناتها أنجالي رجعت على البيت. رح شوف شو عم تعمل. الغلط اللي صار بآخر مرة ما رح أسمح أبداً إنه يرجع يصير، لهيك أنا رح نفذ لبراسي وما رح أعطي ثقتي لأي حدا، لا ديب ولا حتى فيرات. ما حدا رح يكون إله رأي، وهلأ رح تكون نهايتك على إيدي أنجالي. بس مشان تقدر تحميها لتارا، مو بس عملتني ضحية لمؤامراتك يا ديب، أنت كمان دمرت لي حياتي وحياة عيلتي كلها، وهالشي بس مشان مصلحتك. أنت مو بس أذيتني إلي، وكمان أذيت عيلتي وعذبتهم كتير يا ديب. أنت بعدتني عنهم وحرمتني من أهلي كل هاي الفترة. أنا بحياتي كلها ما شفت إنسان بهي الدفاهة والحقارة مثلك أنت ديب. أنا ما بعرف كيف حبيت شخص مثلك. أنت مفكر إنه فيك تعمل اللي بدك يا معي ديب؟ أنا رح أعاقبك على الشي اللي عملته مع أهلي. هلأ صار الوقت لحتى أنتقم منك.
عكل التعذيب اللي عذبتهم يا لأهلي رح خليك تدفع تمن هذا الشيء أضعاف. رح تدوق نفس الألم والعذاب اللي داقوه بسببك، بس أنا رح خليك تعيش لسه كم يوم لحتى تعطيني الأجوبة على كل الأسئلة اللي عندي. هلأ صار لازم أني دمرك يا ديب. اليوم أنا متأكدة أني رح أقدر أحصل على أجوبة عن كل أسئلتي اللي عندي إياها واللي أنت رح تجاوبيني عليها أنجالي. كيف بتتجرأي؟ أنا ما حذرتك من قبل؟ ما طلبت منك أنه ما تقربي من أنجالي أبداً؟ الظاهر أنك ما قدرتي تستوعبي كلماتي هاي. آخر مرة بنبهك، إذا بتحاولي تأذي حبيبتي أنجالي أو تعملي لها شيء سيء، ساعتها أنا رح خبر كل العالم عن حقيقتك وكمان رح أسلمك بإيدي للشرطة. أنت عم تفهمي؟ ما في داعي إنك تهددني من شانها فيرات، لأنه هي استغبتنا كلنا وخصوصاً أنت. هالبنت عم تستخدمك وسيلة لتوصل للي بدها إياه. طيب ممكن تفهمني كيف قدرت تطلع من التابوت عايشة بعد ما أنا دفنتها؟ ليش لحتى تجي بوشها لهون على هذا البيت؟ شو السبب اللي جابها؟ ليش ما راحت لعند الشرطة؟ قلي ليش هي إجت لهون وراحت لحد نضيف؟ أكيد في شي ببالها عم تخطط له، لهيك فكر منيح شو اللي عم بيصير يا فيرات. أنا ماني مضطر هلأ فهمك شو يلي موجود ببال أي حدا. هي راحت لعند ديب لتحمي حالها منك، هي خبرتني بكل شي بعد ما كنت عم تلاحقيها لتقتليها مثل المجنونة. وقتها أنا ما كنت بالبيت، لهيك هي راحت لعند ديب لتحمي حالها، فهمتي؟ شي أكيد إنه حبيبتك هي اللي خبرتك بهي القصة مو هيك؟ أنا في عندي كتير أسئلة لازم أعرف شو أجوبتها، وما حدا رح يعرف أجوبتها غير حبيبتك أنجالي، وأنت ما رح تسألها شي. لهيك الأحسن إني أعمل هالشي لحالي وبلا مساعدتك، وإذا هي ما قبلت إنها تقلي كل الحقيقة ساعتها أنا رح أقتلها بإيدي يا فيرات، صدقني. إذا هيك الموضوع أنا بدي أعرف شو هي الحقيقة يلي مخبيتها، بس أنا ما بوثق فيكي أبداً، لهيك رح أروح معك لعندها هلا. تعالي. ليش هيك أخي فيرات؟ أنت بتعرف شو اللي رح تعمله أختك تارا كتير منيح. أنا أكيد رح أقتلها فوراً أول ما أحصل على هدول الأجوبة، وإذا أنت تدخلت وحاولت إنه تنقذها فوقتها أنت رح تموت كمان. أنا ما رح أرحمك أبداً، وكمان ما رح أتركك عايش. طفت الأضوية؟ بيكون القاطع نزل، رح أروح شوفه. الظاهر إنه مكتوب عليك تموتي بالعتمة أنجالي. القاطع ما في شي، بس مين يلي شال هالطعم من محلها؟ من شوي كانت هون، الصوت اجا من هون، وين راحت هيك فجأة؟ شكله فيرات راجع لهون. شو وينها؟ وليش عم تسألني؟ حبيبتك هربت قبل ما نحكي معها. شو هالمصيبة؟ أنجالي حظك كتير قوي لأنك عم تقدري تنجي مني بكل مرة عم حاول أقتلك فيها، بس مو دائماً الحظ رح يكون معك. رح يجي شي يوم ويكون الحظ معي، وبوقتها ما حدا رح يقدر إنه يحميكي مني، وأكيد رح أقدر أتخلص منك. ما في فائدة من وقفتك هون فيرات. حبيبتك أنجالي هربت لما شافتنا، وهذا دليل واضح إنه في شي ببالها عم تخطط له. هي وديب أكيد بيكونوا عم يخططوا لشي مؤامرة ضدنا. اعمل شي. أنا هلأ رح أحاول حدد مكان أنجالي، موقعها ما عم يتحدد معي.
تليفونها مطفي. ديب كمان مانو بالبيت، أنا اتصلت فيه من شوي وكمان تليفونه طلع مطفي. يا ترى وين راح تكون اختفت أنجالي بسرعة؟ ومعقول الشيء اللي عم تقوله تارا يكون الحقيقة؟ شو عم يصير؟ كيف انطفت الأضوية؟ ليش حتى يجيبني ديب لهون؟ وشو اللي بده اياه مني؟ أنا اليوم أكيد رح أعرف شو هي حقيقتك، مين بتكوني؟ أنجالي أو آروهي؟ هذا السر لازم ينكشف اليوم ولازم أعرفه. أنا بكرهك كتير ديب وبكره كل شي فيك. بسببك أهلي عايشين حياتهم بعذاب ومحبوسين بسجن أنت وحدك بتعرفه، وحتى أوصلهم أنا ما رح خليك تعرف قديش في بقلبي كره لألك. أنا رح عاملك بنفس طريقتك اللي عم تضحك علي فيها، الطريقة اللي عم تتظاهر فيها أنك بتحبني مشان كون فريسة سهلة إلك. لأمتى بدك تضلي هيك مثل الحجر؟ اليوم لازم تدوبي بين إيدي وما تقدري تقاومي. ديب انت لازم تروح لانه الضيوف عم يستنونا بالطابق الارضي، انا لازم جهز حالي. انا رح روح خبر الكل بانه ينطرونا ساعتين او ثلاثه او يمكن اكثر، باعتبار ما رح اقدر اتركك وروح لانك اليوم طالعه كتير حلوه. عن جد؟ ديب تركني لازم جهز حالي. لا ليش لا اتركك؟ ديب قلت لك الكل عم يستنونا، لازم جهز وأنا حالي. وانا كمان عم انتظرك. شوفي حتى القدر بده يساعدنا، الضيوف مضطرين ينطرونا هي الليلة كلها تحت. اللي عم بيصير هون علاقة مع حدا غريب، وتضيع الوقت معه سعادة من نوع مختلف، صح؟ وإذا كان هذا الغريب معروف من قبل، ساعتها هذا بيكون شيء تاني تماما. صح، معي حق. ما بظن إنه هذا الغريب معروف عندي من قبل. أنا بعرفك شي ديب؟ أنت يلي بتعرفيني كتير منيح، ممكن عم تطلعي فيني من جانب تاني ما بعرفه. ديب أنا يمكن قدرت شوفك من كل الجوانب، وإذا هلأ انكشفت هاي الحقيقة قدام عيوني أنا رح أقدر أثبت إنك وحش خطير كتير ومعنك إنسان. بهي الحالة رح يكون في تسلاية كتير كبيرة، وبيكون مع خطر كبير. أنا بحب ألعب مع الموت من وقت ما كنت طفل صغير. أنا رح أقلك كيف بيكون الموت وكيف بيكون الخوف منه، رح خليك تشوف قدام عيونك. ما حدا بيعرف شو رح يكون مصيره. تحرك شوي وما حدا رح يعرف شو اللي رح يصير فيك بعدين.
انت حاولت كتير انه تقتلني واستخدمت لهالشي طرق مختلفة يا ديب، وهلأ اجا الوقت لحتى نصفي حساباتنا. لا مو صحيح، أنا كنت دائماً عم حاول أنقذك. شو قصدك بهالحكي؟ اللي قصدته بالحكي واضح، لو ما كنتي هون كنتي أكيد انقتلتي. أنا حافظت على حياتك لما جبتك لهون. قلي شو اللي بدك يا؟ هلأ رح يطلع الصبح وانتي لازم تروحي على البيت، ووقتها رح تعرفي جواب كل شيء. ولازم تتذكري شيء واحد، الوحيد اللي بيقرر مصيرك بس ديب رايس سينج اللي هو أنا، وما رح أعطي هذا الحق لأي شخص تاني. هو شو اللي عم يحاول يقوله؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.